سلام الحباب، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح الطاقه الايجابيه. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، المهم تهرشتت لي اللعيبه اللي كتشبر التليفون. هادشي اللي عطى الله يلا شريت هذيك النهار 6 اورو مشات كل يومين كتهرس لي وحده غنشبر التليفون غير بيدي. المهم حبايبي كنتمنى تكونوا مزيانين واموركم بخير. لقيتوني من الصباح وانا كندور داير، شوفوا جي كيفاش عرقان وانا ما كنحبش لا بوغراس. هادشي اللي عطى الله الضفر هذا تهرس لي والضفر الاخرين، وحتى هادو طوالوا بزاف. انا ما عملتهمش طوال انت لهنا حيت لي غاسين ايزون بوسي ورافض شهر دابا عليه شهرين. دونك كنقلب الصباح وانا كندور كنقلب يوم اثنين على لي زوندغوا اللي يقدروا يعدلوا لي الضفرين بلا لي رونديفو. مالوغوزمون فهاد الجهه ديالي ولا فهاد الشغل هو كامله ما كيحلوش نهار اثنين لي سوان لي بوتيك استيتيك قلائل كيحلوا حد الاثنين هو النهار ديال الجلاس ديالهم جو بونس، حيت عملوا دراسه موضوع ولقاو ان هذاك النهار سي با نيسيسير يحلوا فيه وخداوه كونجي. المهم ما نعرف ما كاينش يا الحباب. قدمنا فيه البارح هاد الويكاند ديك لاكاف اللي كان فيه كارثه اللي عام وحنا كنخدموا فيه. الى عقلتوا الوقت اللي كنت انا رحلت كنت كنخوي الدار اخرى وكنت بوحدي وكان طاحت العطله وصحابي ما كاينينش. وامين كيرحل الرحيل لهاد الدار اللي كانت باقا في الاصلاح وباقي التراب وباقي لي الماتريال ديال الاصلاح مزدر في الارض، وكان عندنا الوقت محدود. وصل الوقت اللي خاصنا نخويو الدار ديال الناس وكنت بقيت انا بوحدي كنخوي الرحيل ديال ابارتمون 110 متر كاري فيها 6 ديال الناس مده 8 سنين. يعني ماشي ساهله، شحال من الربج وشحال من الالعاب والحوايج الاولاد والمشتريات، وعاد انا مبلية بالمشتريات وعاد كنت عارفه راسي شريت الدار. يعني كنشري كانت عندي واحد الروينه بزاف تما. انا فكيت هذاك الرحيل بوحدي تيشي 3 ايام ولا 4 ايام وانا فيه ونقيت الدار وديت نيكال. كنت مت معكم فيديو وامين ولد عمتي كيجيبوا الرحيل من جهه اخرى. الوغ ملي جابوا لي الرحيل نتوما عاقلين الفيديو اللي وصلت فيها لداري كانت صدمه قويه الى عقلتو. انه كاع البنات كيكتبوا لي اختي لميا عزيتي علينا ملي شفنا من عاد بدا داكشي، وانا براسي فاش جيت جاني البكي حيت امين وولد عمتي حطوا لي داكشي. ماشي في الاول كنت عامله الاسماء والكراطن، ماشي داكشي مرتب، يعني ما تعرف حتى حاجه فينا هي وبزاف ديال الرحيل. المهم داكشي كيفاش كان، كيفاش تحط، كيفاش تهرس، كيفاش تكركم، كيفاش تلوى، انا عشيت جاتني البكيه قسما بالله. داك الفرحه ديال انك داخله لدارك ما حسيتهاش حيت عارفه راسي بوحدي ويدي بوحدي في هذيك الحاله. عاونوني مساكن صحابي الله يحفظهم ليا، ولكن الكبير كتهزوتينا الراس. واليومين هذا عام وحنا في ديك كاف حيت شنو بقينا كنعملوا من بعد بشويه 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 من بعد ما حلينا شويه شويه بقينا، حيت الدار ما كانتش مساليه، كانت غير مساليه تحل واللي خصك تخليه واللي ما خصك ترميه. بقينا كنهبطوا داك لاكاف دي كل اللي جبناه كنحطوه في لاكاف لشي ما بتهرس لاكاف شي حاجه ما قداتش لاكاف، ولا ديك لاكاف ديجا كانت حاله وزادت تكملت. وعام وحنا كنجمعوا فيها كل مره عندنا ليها الوقت كنهود. كنت كنعمل نيت معكم فيها فيديوهات والحمد لله الحمد لله لاول مره غنحس بان الدار بدات كتافونسا مزيان والطرافو بداو كيسالي وحتى وصلت لهذا النيفو ديال التنظيم اللي فيه دابا انا اللي لاكاف ولات ليه. واخا هو باقي خصو يتصلح كامل وباقي خصو يتعاود غادي نوليو نعدلو السكنه تما وما عنده فيه بزاف ديال المشاكل، ولكن ماشي مشكل. الحمد لله اننا وصلنا لهاد النتيجه هادي. باقي غير الكونتينر نعمرو فيه ديك الازبال حشاكم. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش شنو هو الكونتينر، الكونتينر هو واحد الكاميون اللي كيكون خاوي كتعمر فيه الازبال وكتخلصو. المهم حنا اللي غادي نجيبو جوبونس 12 متر كاري ب 500 الاورو. من نهار كنا دابا شحال ديال لي كونتينر حطينا يمكن شي 3000 ولا 4000 الاورو باش نسيبو غير الزبله البنات 4 مليون مغربيه باش نرميو غير الازبال، حيت هنا هكذا عندهم ما كتقدرش ترمي الازعه، كيعطيوك واحد متر كيب ولا جوج باش ترمي في لي دي شيتري. من غير هادشي ما عندكش الحق، يعني خاصك تسبل تخلص عليه باش ترميه وتعمرو راسك وتشارجي راسك. يجي هما غير يهزو داك الكاميون اللي حطو غير اللوريد الكاميون ماشي لا تي ديالها. المهم لو كونتينر سميتو فوالا هادشي اللي كاين الحباب. دونك يديو الا واحد الحاله كارثيه وانا معروضه غدا الغدا خاصني نكون يدي نقي، ما نقدرش نمشي بهاد الحاله. شو مقادين كاملين بالجليه محيدين كاملين طبيعيين ديالي العاديين، وبما انه الجل راه ما كتقدروش تحيدوه راسكم خاصهم يحيدوهم لكم هما في الصالون. اي فوالا هادشي اللي كاين الحباب. دابا امين صارت لي 10 د لي زادغيس، انا درت هادو اللي كنعرف هنايا كاملين ما كاينينش. دابا غادي نطابي لي زادغيس والتليفونات غنعمل هادشي هنايا فهاد البلاصه اللي واقف فيها، وعاد غنمشي نفطر شي بلاصه غير بوحدي تجيب معايا غير القهوه. وهانتوما معايا الغساله ديالي. المهم لقيتش الصالون، لقيت صالون واحد من بعد ما اتصلت بهذيك لا ليست اللي عطاني امين هو اللي كيحل اثنين، ولكن مالوغوزمون ما يقدرش ياخذني بلا رونديفو حيت بما انه بوحدو اللي محلول عنده الناس بزاف فمعليش قطعت هذاك الفوقاني ديال الجل بالمقص
على ما تعمل لي سيرين واحد لاستوس مع الالومنيوم والماد الصباغه، قالت لي غادي يذوب داك الجل كامل، غادي تعمل لي لاستوس من بعد نكمل شغالي. فقديت بهم هكذا ماشي مشكل، لا مشبر رونديفو عند اللي كنمشي عند هنايا. المهم غادي نوريكم هذوك اللعيبات اللي جبت من اكسيون داك النهار كيفاش جاو. اليوم جبت مع دخلت اليوم الاكسيون فيت في، جبت معايا جوج ماسكات ديال الرجلين ماشي هذوك اللي كيقشروا، غادي نوريهم لكم غير ديال انوغو. عملوهم هكذا حتى راس الفراش ديالكم ولاو تستعملوهم جوج مرات في الاسبوع ولا مره في الاسبوع، كيخليو اللحم ديال الرجل نقيه بيان سور من بعد واحد العنايه اللي على الاقل مره في الشهر. غادي نوريكم هادو. وعرفتوا اليوم شنو؟ اليوم غادي نصبنوا الزرابي. ايوي غادي نصبنوا الزرابي. وهذا حبايبي هانتوما شوفوا كيفاش جاو فنين هنايا، مركبه فيهم لي بارفان، تقدروا تستعملوهم بزاف د الحاجات. مي لي بارفان جاو غزالين مع البيض الدوغي عاطي العين. بالنسبه للبنات المهتمين هادو الثمن ديالهم ب 6.95 قولوا 7 أورو. هانتوما التحتاني كبير والفوقاني صغير. فوالا هانتوما كيفاش كيجيو غزلين رائعين، جاو مخيرين هنايا. بدلت شي شويه هاد البلاصه هادي اي فوالا. ما جبرتش لي ماسك ديال الرجل حتى هويا مطلعهم لي هو الشامبوان، ماما نعرف فين حطاتهم دابا هويا معينه ما عتركش حتى معايا. صافي عليا جمع شعرك في الدار، جمع شعرك في الدار لرداي امين كي وجد لي كريب اللي ما كتعمل لا فيسيل. لقيتي امين لي بروكدور؟ شوفوا هويا كانت فعد سيرين كتعمل الصباغه وتهرقت الفيغني وجبت الماء الصباغه باش نعملو هو الاولين ساعه. جبرت ديجا في الزكاش زرابي سي تري دوماج، كنت غادي نعملو حتى المهم غادي نصبنا، غادي نصبنهم غادي نحيد لهم الوسخ حاشاكم ومن بعد حتى يتنشفوا عاد نعاود نعمل لها ديسولفون ونعاود نغسلوها ماشي مشكل. المهم سيرين كتضحك معايا كتضحك عليا كتقول لها تصبن زرابي الطاله هو اللي جبر. شوفوا لينا شنو لابسه هو اللي لقينا، خلينا صنادلنا في المغرب. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي لمية تبارك الله بنات كيعاونوك، حنا ولادنا ما كيبغيوش. شوفوا البنات انا بديت معاهم هادشي من صغر السن، كنعطيهم مسؤوليات صغار على قد السن ديالهم. ثاني حاجه خصكم تعرفوا ان ولادي ماشي شي ولاد اللي مرتبين بزاف وزعما منظمين وكلم راه حتى هما فوضاويين وكيرونوا. هذه باش نقولها لكم باش نكونوا متفقين، باش ما تقارنوش ولادكم وتبقاو عليهم. شوفوا الوليدات، شوفوا راه الوليدات كلهم بحال بحال كيعملوا صلابه وكي. لي زاستوس باش يوليو يعاونوكم خاصكم تحاوروا معاهم وتعطيوهم الاولويات ديالهم. بحال دابا ملي تكون الطابله كتحط الماكله الوليدات اللي خاصهم يحطوا لا فيسيل، مغير الا بغيتو نتوما تقدوا طابلتكم على ذوقكم ولا ما جينكم شي ضياف. اللي كلا شي حاجه خاصو يديباغاسي الطبسيل ديالو كاع، انا صاحبتي كتقول ولادها كاع يغسلوا الطبسيل ديالهم، انا راه كنرحمهم بعض المرات. زيد عليها قبل ما يمشيو ليكول خاصهم يجمعوا الفراش ديالهم ضروري، حوايجهم يجمعوهم من الارض. ضروري تكون عندهم واحد لاطاش ديالهم كيعملوها في النهار، واخا تكون ما كيعملوهاش مزيانه خاصهم يعملوها. ومن اللي يعملوها خاصنا نشكروهم ونقول لهم شكرا برافو عليكم راه عملتوها مزيان، واخا ما تكونش ماشي مزيانه ما نقولوا لهمش لا ماشي مزيانه ولا نعاودوها موراهم ولا نقارنوهم بولادنا. شوفوا سيادك، شوفوا لالاك، شوفوا سيدك، شوفوا عرفتوا داك الشيء ديالنا اللي كبرنا فيه حنا، هادو ما صالحين شي بالمره. والحوار بحال دابا انا بنتي كنقول لها شوف هاد الصباح الا ما عاونتي هاد الصباح حنا تعطلنا حيتاش انت ما عاونتينيش تعطلتي بزاف راسك، انا مهم ليا انك تعاونيني حيتاش بلا بيك ما نقدرش نفك راسي بوحدي جو مون سورتي غيبا. العوين ديالك مهم بزاف، وكذلك الصغار مثلا هو يوم كنقول لها سي امبورطون خاصك تجمع بيجاما ديالك تحطها هنايا، مهم انك تجمع حوايجك من الارض، مهم ما نقدرش ماما لي فاتيكي وما عندهاش الوقت. كنشرح ليهم كنهضر معاهم بحال بنادم كبير، واصلا الحاجه اللي المهمه واللي كتخلي يستوعبوا خاصك تحاوروا معاهم بحال اللي كتحاوروا مع صاحبتكم. بحال دابا انا كنهضر مع بناتي بحال هند جالسه حدايا تماما، كنهضر معاهم بحال هند جالسه حدايا. وبهاد الطرق هادو ملي كيوليو كيعاونوا وكيجمعوا كيعرفوا ينظموا وقتهم، كيعرفوا يحافظوا ويحاولوا على النظافه والنظام ديال الدار، وكيعرفوا اهميه ديال الوقت، ان في الصباح عندهم واحد المسؤوليه ديال خاصهم يجمعوا بيتهم، خاصهم يغسلوا سنانهم، خاصهم يصلوا مثلا، خاصهم دونك كيعرفوا ان ما يقدروش يتخيني ويبقاو يلعبوا ويبقاو يدوروا ويبقاو يعني كيعرفوا ينظموا الوقت ديالهم. الحاجه مهمه اللي غادي تعلمهم انهم يكونوا منظمين في الوقت وما يكونوش يتالفين في الحياه. الوغ وبالنسبه للسن المناسب باش يعاونونا وليداتنا من صغر السن، البنات ابتداء من عام ونص عامين يقدروا يبقاو يجمعوا الالعاب ديالهم اللي كيكونوا كيترينيو في الارض يلعبوا، ونجيبوا وليداتنا حدانا ونجيبوا داك الباني اللي كنجمعوا فيه ونجمعوا ونقولوا لهم فوالا خصك تحط هذه هنا، خصك تجمع هذه هنا، يعني هذا الشيء كيبدا من صغر السن. لينا هليا سي اميزون عجبكم الحال؟ هذه هي لابيسين ماروكين اللي كيكون 30 دغري بلجيكا ياك علوشه ها؟ اميزون لوس لوس لا هذاك ما عايزوش اللي نخصو دي سولفون اوكي.
بنات هادو هادوك ما كانوش مسخين بزاف ديال البيت نعاس ديالي. هادي الصراحه كنت جمعها نرميها هادي شريتها 30، ولكن بما اننا خصنا اليوم الطراسه الزرافي قلنا معليش راه دوزوها نستعملوها شي شويه في البروده، وهي خرجت جديده. شنو اللي بغيت نقول لكم، حتى هادي كنت كنرميها ديال بيوندوري حتى هي، حيت كانت مكرفصه. شوفوا الماء كيفاش كان كيخرج فيها. حيت هادي كان اصلاح عندي في الصال دو بان اللي حدا المتاحف اللي حدا لا بيوندوري، وكنا كنمسحوا فيها الرجلين، وهذا على اساس غتمشي حاشاكم الاسبان. وبما اننا صبلنا داك الجوج عزو عليا جبتهم حتى هما. والحاجه اللي نوصيكم عليها البنات، ما تعطيوهمش كثار من الجهد ديالهم، كل واحد على حساب السن ديالو. بحال دابا بنيته ولا وليد 7 سنين 8 سنين، راه الي ابين كابابل يعدل فراشو، يقدر يدوز لاسبيراتور الا كانت ديال اليد خفيفه. بحال هكذا دابا عليا كتكرر تخوي لهم الماء، بحال دابا ديباغاسي لا طابل وتحط لا طابل، اكيد ما غادي نعطيوهمش يغسلوا الحمام ولا يعملوا الحوايج اللي كبار عليهم ولا يدوزوا لي ماشين ديال اللاج. يعني كل سن والشغل ديالو، وماشي نهار كله عاوتانك. واخا حنا نكونوا مشغولين النهار كامل، حتى يكبروا شويه حتى يعملوا 12 الفوق عاد يقدروا يعاونوكم مزيان. ما صغارين غير على حسب الاستطاعه ديالهم وعلى حسب الجهد ديالهم وعلى حسب السن ديالهم. ما بعد الفئات اللي كيقول لك ان الوليدات الصغار لا خصهم يتفشوا ما خصهمش يعملوا هذا الشيء بزاف عليهم، هذا الشيء هاد بالعكس مساعده ولا مشاركه في اعمال البيت ولا في اي اعمال ولا المساعده ديال الوالدين في العمل ديالهم الخاص ولا اي عمل كيقوموا به الوليدات، هاد الشيء الا ما كيزيد يعزز الثقه في نفسهم. وهاد الشيء راه مهم للتنميه الذاتيه ديالهم ومهم لو ديفلوبمون ديال الجسم ديالهم والعقل ديالهم. اولا كيقويو الطاقه ديالهم على التحمل، وكيعرفوا ان كاين شغل. وهاد الشيء ماشي انا اللي كنقولو، هادو كيقولوا اختصاصيين في التربيه. بالعكس هادوك الناس كنقول لهم راكم غلط وفاهمين الفشوش بالغلط. الفشوش وليداتنا اكيد عيننا نعطيوهم ليهم، وعليهم كنضربوا تماره، واصلا كنرحلوا لديور كبارين على مسبتهم وكننظفوا على مسبتهم، وكتكثر علينا التماره على مسبتهم، وكيكثر علينا التصبيب غير ديالهم، وكيكثر علينا الطياب ديالهم. يعني اكيد كلنا كنحماقوا على وليداتنا، وكلنا كنبغيو نفشوا وليداتنا، وما كاينش شي واحد ما عندوش ولادو اكثر من راسه. غير هو ضروري من المشاركه في اعمال البيت ولا في الاعمال الخاصه. الزريبيات ديالي ولاو كيشعلوا تبارك الله نقيين، الله فيهم ريحتكم. ثم غسلنا لاتيغاس حتى هي حيت كانت مسخه من قبل العطله ما غسلناها. بيان سور هاد لاتيغاس فيها بزاف ديال الاصلاحات، خاصها يتبدل الكارلاج، خاصهم يتغسلوا هادو بداك الكارشيغ سبيسيال اللي كيتكرا. المهم فيها لي لونتروتيان بزاف مي ماشي وقتها، ومع الوقت ان شاء الله هذا كتخرج للصالون. هادي غادي نحلوها ديريكت على الصالون، غنعملوا لها دريجه تولي تحل هنايا، يجي فريمون الصالون خطير. مي ماشي دابا، مع الوقت ان شاء الله. المهم افكار وصافي. الزربيه ديالنا خرجوا كيشعلوا. شنو هذا؟ هادي باش توسخات. هادي عرفتوا شنو هادي ملي عملت على وجهها؟ غادي نغسلوها دابا. سيرين ارى ديك الشتا والماء، هادي غنغسلوها دابا باش ما تنشفش بهاد لاطاش. الشتا والماء عرفتوا شنو ملي قلبت على وجهها؟ حيت هاد الجوايه هادو فيهم داك بحال غموليه. فوالا هادو خرجوا كيشعلوا بهذاك الماء ديال لابيسين. غسلنا لالي البارح، غسلنا هادي كامل بالماء ديال لابيسين باش ما يضيعش، حيت فيه كلور ما نقدرش نصبن به زرابي. وهنايا هانتوما كتشوفوا غير شطبناه، غادي غير نشطبوه تجي الشتا وتنقيه، حيت غادي يجي عليه كونتينر باش نخويو الكراج الكبير وغادي يتوسخ من جديد، ما كاين لاش. فوالا بالنسبه لهنايا هانتوما ولات الدراسه كتشعل. سيرين هاديك هاديك دوز عليها. من الماء هكداك هايداك الماء ودوز عليها. المهم هادو عندهم نهار يومين ينشفوا. هانتوما ولات كتشعل عرفتو، نقيه ما كرهتش غير تنعس فيها مع هاد الحراره. صافي دابا غادي نهودو على الدرشف وعلى حاله. هاد الربع كامل كنا قطعناه عاودنا، حيت هنا مع الوقت غتجي واحد الكوزينه اللي ديجا شارينها مع الوقت ان شاء الله، الكوزينه ديال على برا. وحتى ديك الباربيكيو غيتقلع من تما، غنشوفو الحال ديالو. وغادي نجمعو اليوم هاد الشيء، هذا هو الهدف د هاد النهار، يتغسلو الجيجان ولا بيسين راهي خاويه تيتجمع. المهم اليوم الجرده والتراسه وهاد الشيء، حيت شحاله مكرفصه، وملي جينا من العطله باقي ما دركنالوش، باقي ما دركنالوش. والجرده خاصها كطلب بزاف د لونتروتيان. غادي نوريكم صافي ملي ما بقاش لا طاش اجيو من تما باش ما توسخوش رجلكم. انتم هذا الكارشير صغير، هذا الشيء كامل شوف على حال. هاد البيبان كاملين اليوم غادي تغسلوه كلشي. وهنايا لا كابان ماشي اليوم حيتاش غادي نعيا بزاف، ما نقدرش عليها اليوم لا انا لا البنات. شوفوا لابيسين الحفره اللي خلات هنايا، شتوا دابا ينوض الكازون جديد، دابا ينوض الكازون حيت دابا اصلا تحرق بالحراره. اي فوالا. وهاد الغابه باقي ما وصلت لها، باقي هادي خاصه ما نعرفش شحال من وقت وشحال من فلوس، حيت كل شجره كتحيد 100 يورو ولا اكثر، وعندي اكثر من 20 شجره، يعني الثمن السكن اقتصادي. فجو بونس غتبقى هكذا، غتبقى غابه حيت راه كبيره، راه باقي فيها ليسباس نص بحال هاد ليسباس اللي كاين في الجرده كامل كاين داخل. واقيلا غتبقى هكذاك حيت
20000 يورو باش تحيد 10 سي كوميم دو لافيستيسمون. شوفوا معايا شوفوا شتي شحال طويله فوالا كيلعبوا هنايا هادو شوفوا الكيسان شوفوا هاد الباسلين البنات كيلعبوا ويسيبوا لي زافير ياك الماء مسدود نبدا قولي كيف كافت البشر بسم رحيم الرحمن خالق كل شيء مزيان وصلت احلى النبي العامر وجوب ضياء الجنان واصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان بيني وبينك بيبان زهرة الدفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرار بل هاد الشطابه اللي في يدي البنات المهتمين راه ديتها من اكسيون عند 4 ديال الريوس كتقدروا تعملوها في التيو ديال الماء وكيولي يخرج الماء من الراس ديال الشطابه كيف ما شفتوا معايا قبيله يعني كتبع في اكسيون الثمن ديالها 10 اورو براتيك للطوموبيل البيبان الكراج لكل شيء كنت بارطاجيتها معكم العام اللي فات منين شريتها حسيتي وضمي الفوت مخبوط ويدان يا أمي
والعذاب اسكو ويلا عرفت 8 د العشيه هذه جو سوي ايبويزي عرفتهم فنيه مسليه 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 بالنسبه للضفرين البنات سيرين الحل اللي لقات لي هو اننا قطعناهم بالعليم بالكوبون اللي ليميناهم شويه باش ما يجرحوش على ما نمشي عند الاستيتيسيان تحيد لي كلشي وتقط لي ضفراني حيت ما قدرش نخدم بهم الشغل حيت اصلا تهرسوا في النص ديال اللحم حرقوني المهم عرفتهم سهوته نوريكم الدنيا رجعت كطح نقيه غزاله باقيه بوكو طرافاي باقي شحال من حاجه تقطع الربيع وهذا الشيء ما حيدنا 80% الخدمه على برا عاملين تشالنج والله الا عاملين تشالنج باش نساليو الدنيا شويه نرتاحو شويه نوليو نعملو غير لي روتين عاديين وعاد مازال لي الغداء والعشاء ولا الغداء المهم ماكله وحده سخونه في النهار غادي نوريكم الدنيا عاد ندخل نوجد شوفوا على نقا والله الله الله هادشي عرفتوا هادشي شنو عملت خويت على غير الجابيل هادشي كامل كنقطعو مجاود ولد عمتي العام اللي فات وعاوت انا كطلع دابا نحيدوهم هادي كنت وريتكم قبيله من هي كال الزريبيات ديالنا كي شوفوا كلشي وهداك هاد لالي كامله جمعوها الولاد اللي من اللور غادي نشوف حيت كانوا شحال من حاجه مسيبين تما كبار صافي جمعوهم مساكن كاملين راهم شفتهم جمعوا داكشي كامل في الباك حيت هادشي كامل باقي خصو عاوتاني شحال لونتروتيان هادو غادي يحيدهم حاشاكم امين في البوبل مع الكونتينر شوفوا هنايا شوفوا الله 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 يا سلام يا سلام كلشي نقي كيشعل حتى هادو تنقاو انتم شفتوا غسلناهم معاكم قبيله الباربيكيو حتى هو كان خانس كلشي تغسل كلشي 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 لي بيسين حتى هما غسلناهم حيت هادو الا ما تغسلوش وتجمعو مزيان كيعملوا البكتيريا ديك الماء كيعمل ريحه خايبه فوالا خصو فريمون ينشف مزيان مثلو الكراسه خليتو ينشف كلهم غسلتهم كيف ما شفتو في الفيديو بقى ديك لا كابان خصو يتخرج داكشي كامل عاوتاني تخيه وتسيب اللي غيبقى وعاد ندوزو فيها الضو حيت هو دايز الضو كاين وقع شي سيركوي ويصلح يطليها امين يقدر شويه هادو حيدتهم لي اوستا هما يتغسلو المهم هنايا ولا كلشي نقي كلشي هادشي غسلناه هنايا للاسف الصباغه بدات كتحيد بالشمس بدات كتقلع الصباغه خصهم يتصبغوا عاوتانك المهم بوكو دونتروتيان الدار كبيره فيها بزاف ديال التمارة وديال لونتروتيان صافي هنايا كلشي غسلات قبيله سيري نتوما شفتوها كلشي كلشي ولينا باقا دابا مسكينه خدامه على ما ندخل انا نجد لهم الماكله نتوما كلشي كيشعل ها نتوما كوكو البنات صافا باقي فيكم شويه كوراج اوكي مساكن كيجيو هادي هي لالي الاخرانيه اللي بقات من الباقي كلشي نكل هادوك لي كارشي غادي يهودو حتى حيت لاكاف وداك الباك اللي فيه غيتطخيا شوفو شوفو ليدا خلات لي بونطوفل ديالها هويا سيباتهم ودخلات غادي نحطهم هنايا فوالا الله الراحة والله ما نكذب عليكم الراحة النفسية مانيفيك المهم غزالات باش ما يجيش فيديو طويل غادي نشدو هنايا كنقد هادشي اللي غادي يهبط الكونجيلاتور خيت اختكم ولا عندها كونجيلاتور عطاه لنا بات امين الله يعطيها الخير هادو غادي نغسلهم بال هما الدجاج اللي بقاو ليا هما الاخرانيين نتوما في اللي عملتو هنايا باش كنغسلو مليحة و سكنجبر و سيترون و الخل و ضروري سكنجبر حيت هو اللي و الليمون هو اللي كيحيد الخل ولا الليمون ولا كانو بجوج حسن الا مكانش واخا غير الخل جنجبر كيحيد هاديك الزفورية و كينقي الدجاج مزيان و انا غنحيد هادو و من بعد نغسلهم و نعمل حاجة اخرى و عاد نهبطو صافي حبايبي غنشد معاكم فيديو هنايا نقول لكم حتى الفيديو المقبل حيت صافي وليت ايبويزي شوفو شعري كيف ايبويزي ما بقيتش قادره نعمل مجهود ونهضر فريمون عييت 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 خدمنا وقيله شي 5 سوايع غير في الجرده بلا الدار بلا الحوايج ديالنا اللي عملنا في الصباح الى فيديو مقبل سلامه